صباح الفل، نتكلم عن التدريب الوظيفي، نتكلم عن الحاجات اللي احنا يمكن عملناها في حلقات قبل كده ولسه هنتكلم عنها في حلقات جاية تانية. بنتكلم عن التدريب الوظيفي قد ايه هو من الحاجات اللي بقت مشهورة جدا وبقت الناس بتحاول ان هي تروح لها لان هي ابتدت تكسر الملل بتاع التدريب التقليدي، وبنتكلم كمان على فوائدها للجسم لان هي بتبتدي تدخل الجسم في الاطار الوظيفي اللي احنا بنحتاجه في حياتنا اليومية، وبنحتاجه كمان في بعض الممارسات اللي بتخلينا عندنا مستوى لياقة بدنية كويس جدا زي كمان اشبه بالرياضيين والابطال، ولكن طبعا بالشكل اللي بيتناسب مع مستوانا كناس اصحاء او كناس مش ابطال رياضيين، ولكن في نفس الوقت محتاجين ان احنا نحسن من مستوى اللياقه البدنيه النهارده. حضرين مجموعه تمارين النهارده في السياق ده، تعالوا نتفرج عليها وان شاء الله تكون مفيده لينا. يا رب تكون النهارده كانت التمارين مفيده وان شاء الله هنحضر حاجات جديده نشوفها في حلقات جايه.